واحدة من أهم محاور صناعة الجمال في المدينة في ضمن مشروع نهضة بغداد هو إضافة هذه الجداريات اللي تعكس تكريم لشخصيات إنسانية مهمة عندها بصمتها في العطاء الإنساني حقيقة. الجداريات حوت على شخوص إنسانية عالمية مهمة الحقيقة، مثل أيقونة العمارة العالمية زاها حديد، شيخ المعماريين العراقيين أستاذنا الكبير الراحل الدكتور محمد مكية، أيضا شاعر العرب الأكبر شاعرنا الكبير الجواهري الراحل، وأيضا عالم الاجتماع العراقي الكبير الدكتور علي الوردي. الفكرة هي صناعة جمال في المدينة، احنا هذه الكتل الكونكريتية نريد نضفي اللون إلى مدينة بغداد. في مدخل شارع الصدرية راح تكون هناك جدارية كبيرة تعكس الواقع البغدادي، وراح نضفي جمالية أخرى على شارع الجمهورية. عملية النهوض ببغداد هي عملية تضامنية ما بين الدولة وما بين المواطن. أمانة بغداد ما تستطيع أن تنهض وحدها بكل مدينة بغداد إلا من خلال خلق ثقافة مجتمعية يتبناها المواطن من أجل النهوض بهذه المدينة. هناك تداول مستمر مع السيد رئيس الوزراء ومبارك لهذه العمل بكل تفاصيله.